أنا وأنت نتابع مع السادة المشاهدين يمكن نتائج الجولة الأخيرة والجولة الخامسة من البريمير ليج، نشوف بعض الملامح، نشوف ليفربول واقف فين، نشوف تشيلسي كمان، نشوف المان يونايتد، وطبعا في إخفاق كبير جدا للأرسنال. لكن زي ما بقول لك الأسبوع الخامس، لكن لسه الملامح، لكن بيبان بعض الفرق على المستوى على المستوى الكبير. طبعا دي النتائج، خلينا نتكلم نتائج نيوكاسل، طبعا التعادل مع ليدز 1-1، وولفرهامبتون هزيمة 2-0 من برينتفورد، ليفربول الفوز 3-0 على كريستال بالاس، المان سيتي التعادل مع ساوثهامبتون، نورش سيتي والهزيمة من واتفورد 3-1. بيرنلي هزيمة من الأرسنال، الأرسنال فاز 1-0، أستون فيلا الفوز 3-0 على إيفرتون، وستهام يونايتد وهزيمة من المان يونايتد 2-1، برايتون بيفوز على ليستر سيتي 2-1، توتنهام بيخسر 3-0 من تشيلسي. في بعض المفاجآت بالنسبة لك بعض النتائج ولا كلها؟ لا مش المفاجآت، بس الإثارة، يعني مباراة اليونايتد وستهام، الكامباك اللي عمله اليونايتد خارج أرضه، إن هو بيبقى متأخر بهدف سجله من رحمة الجزائر، وبعدين بيرجع رونالدو بيسجل، وبعدين جرينوود بيسجل هدف بيصالح بيه نفسه وبيصالح بيه جمهوره، وبعد طبعا الاخفاق اللي عمله في مباراه اليانج بويز في السويدي في دور الابطال كمان. مش بس هو صالح الجمهور بالهدف اللي سجله، الهدف اللي في الوقت المتاخر المباراه، لكن كمان الحارس دخيا قدر يصد ضربه الجزاء اللي احتسبت في البلاصه 90، كتخلي اليونايتد يتراجع فيما لو سجلت هدف، لكن طبعا صدها، فقدر اليونايتد يحافظ على الصداره مع او يعني ياتي بعد طبعا تشيلسي وليفربول مباشره، وفرق بس الاهداف او الحاجات زي كده، لكن هو بنفس رصيد النقاط، ده هو اللي بيخلي اليونايتد ما زال في الصوره. دي النقاط بس اللي حصلت يعني في مباراه وستهام واليونايتد. طيب خلينا نتكلم على مباراه ليفربول وكريستال بالاس وتالق محمد صلاح كالعاده. ما شاء الله محمد صلاح بيحقق ارقام كبيره جدا جدا طبعا. محمد صلاح وصل للرقم 101، نشوف الارقام معاك ومن خلالها نبدا نتكلم خاصه على محمد صلاح. طبعا 3-0 لصالح ليفربول، الفرص 5 يعني طبعا ما حققش منها كريستال بالاس ولا هدف، 10 فرص لليفربول حقق منها 3 اهداف، الاهداف المتوقعه كانت 1.03، ده بالنسبه لكريستال بالاس. لليفربول نسبه اهداف متوقعه كبيره جدا 3.3، نسبه الاستحواذ 57 مقابل 43 لصالح ليفربول، التمريرات لكريستال بالاس 373 منها صحيحه 266 بنسبه 79%، لليفربول 503 تمريره منها 426 صحيح بنسبه 85%، تصويبات على المرمى 11 لكريستال بالاس ما بين القائم والعارضه 3، و25 تسديده ليفربول ما بين 11 ما بين القائمه والعارضه، 8 عرضيات لكريستال بالاس 18 لليفربول، 5 ركنيات لكريستال بالاس 10 ركنيات ليفربول. واضح محسن من الارقام اكتساح واضح جدا على مستوى الارقام، على مستوى الاستحواذ، على مستوى كمان الاهداف المتوقعه. شفت المباراه دي ازاي؟ يعني الاحصائيات دي بتقول لنا ان المباراه الى حد ما يعني فيها يعني تفوق لليفربول، بس مش قوي، يعني هتلاقيها تقريبا 58 حاجه و40 فالاستحواذ حتى، ولكن على الحقيقه كانت يعني اكتر من كده بكتير تفوق على ارض الواقع، يعني على ارض الواقع كان التفوق كاسح لليفربول بصراحه. ثلاثيه انا شايفها كمان مع الرأفه بيهمنا طبعا فيها، بيبقى سعداء طبعا لما كابتن محمد صلاح هو اللي بيسجل كل مره وبيتصدر قائمه الهدافين باربع اهداف في بطوله فيها كريستيانو رونالدو يا جماعه بيجي الثاني بعديه بثلاث اهداف، فده كويس جدا وحسنا بصراحه، احنا يا رب يستمر على كده لان ده بيجي قبل مباراتين مهمين جدا لمنتخب مصر مع ليبيا اللي صحيح. الحمد لله طبعا انجلترا او بريطانيا شالت مصر من الدول العلامه الحمراء او الريد زون بالظبط ريد زون، عشان يبقى يقدر يجي ان شاء الله ويلعب مباراتين ليبيا، لان دول بالنسبه لنا يعني ان شاء الله المكسب فيهم هما الاثنين بيأهلك للمرحله الثالثه والاخيره لكاس العالم. فكل ما بيتألق صلاح ده بيبقى شيء رائع وبيبقى بالنسبه لنا سبورت ليه هو طبعا والليفربول اللي احنا بنشجعه فريقنا في الدوري الانجليزي ومنتخب مصر بعد كده. كل التوفيق لصلاح، لكن كمان على